على فين يا مرتبني؟ ها؟ كهوة. مبروك على النقاب يا أختي. طب مش كنت قلتي لي ده أنا حتى جوزك وأفرح لك؟ نقاب إيه؟ زي الرسمة يا بنت وقبل الخميس. خميس؟ خميس اللي ليكي طالعة عنده، خميس اللي أنت عرفانة بيه من يومها. أنت بتقول إيه يا براء؟ فاكرانا يا بنت نرمين على ودنا؟ لا، ده احنا نلفك على اصبعنا ونرميك للكلاب السكك لحمة. انا اللي يمس شعره مني هوديه في 60 داهية. اوعوا تفتكروني لقمة سهلة تاكلوها وتحلوا في الاخر ترموها. لا، ده انا لحمي مر قوي يقف في الحل وما يطلعش الا بالسر الالهي. لحمك مر وماله وضعها وهنحكم. هنحكم يا مطرة، هنحكم يا أختي. هو ده آخركم؟ بتهزوا طولكم وتتنحرروا قصاد مرة؟ هي دي المرجلة يا رجالة؟ المرة دي خانة العهد، واللي يخون يستاهل يا بنت. لا مش كده وبس يا حاج، دي خانة جوزها، خانة راجلها، وراحت رمت شرفه تحت رجلنا يا فندينا. اخرس خالص، أنا أشرف من عشرة زيك. أنت لسه ليك عين يا بنت؟ ها، اللي خلاشوا ماتوا صحيح يا حاج. ليه؟ بتلوموني على إيه؟ بتعلقوا لي المشانق؟ علقوها لروحكوا الأول. أنا ما عملتش حاجة أكتر من اللي أنتوا عملتوها قبل كده. ما خططتش عتمت أفندينا إلا لما أنت خدت كفن ابنك ورحت رميته تحت رجليه بأمر الباشا. وأنت يا راجلي يلي مالكش غير في الجعجعة والصوت العالي، يلي اترميت تحت رجلينا البنت الرقاصة اللي سلمت لك تسليم أهالي. بتلوموني على ايه؟ ها؟ بتلوموني ان انا راح اخد حق جوزي؟ بتلوموني على ايه يا معلمين؟ ولما انت يا بنت حطيتي ايدك في يد خميس هتاخدي حقك ازاي؟ هاخد حقي منك انت. اخرسي يا بنت الكلب. اه يا وصية. الجريمة تمت في منزل المتهمة، وطبقا للثابت في تقرير المعمل الجنائي بعد المعاينة اتضح ان في عدة طلقات وجهت للمتهمة موكلتي سابقة على الطلقة التي أودت بحياة المجني عليه. كما أن السلاح المستخدم والمثبت في محضر الضبط بيد موكلتي اتضح ان عليه بصمات أخرى أثبت الطبيب الشرعي أنها للمجني عليه. يعني الحكاية كلها دفاع عن النفس. سيد الرئيس، السادة المستشارين الأجلاء، السيد الزميل أبدى دفاعه عن المتهمة، ولكنه نسي أن المتهمة اعترفت في تحقيقات النيابة أن المجني عليه كان معتاد زيارتها في أوقات مختلفة، وذلك لكونه مدير الملهى التي تعمل به المتهمة. سيد الرئيس، سيادة القاضي، إذا نظرنا إلى ملابسات القضية بل إذا دققنا النظر فيها سنجد أن الجريمة معكوسة. الوضع كله معكوس، القتيل مش ضحية، ولولا أن روحه صعدت إلى بارئها لكان مكانه الطبيعي وراء هذا القفص، ولوجب إعدامه بدل المرة ألف هو وأمثال المرض كتير. في زمان جملة بتقول كل ما تتزنى اقلع، وفعلا مع الوقت ما بقاش نتكسف من حاجة ولا من حد، بقى الواحد فينا كل ما يتزنق يقلع. يتزنق في فلوس في مصلحة، يتزنق في نفوذ في سلطة في كرسي، يقلع يقلع هدومه يقلع ضميره يقلع حتى دينه، وبقى شيء يفرق معاه ساعتها انه بقى مرض، لانه فاكر انه هيتدارى بالحاجة اللي قلع عشانها كل حاجة، مع اننا تقريبا بقينا كلنا مرض. واذا ما كناش كشرفاء، اذا ما كانش شرفاء اللي لسه شرفاء لسه بني ادمين هيوقفوا قصاد الناس التانيه دي ويضربوا على ايديهم بايد من حديد ويدافعوا عن نفسهم قدامهم، يدافعوا عن ادميتهم عن عقولهم عن إنسانيتهم؟ إذا ده ما حصلش المجتمع كله هيضيع، ساعتها هيبقى المجتمع كله عايش جوه كباريه كبير.
لذا التمس من عدالة المحكمة تغيير الوصف والضبط المقدم من النيابة من قتل مع سبق الإصرار إلى قتل عن طريق الخطأ دفاعا عن النفس. معالي المستشار، جاء بأقوال الشهود وثبت أن المتهمة كانت تقوم بتهديد المجني عليه أمامهم جميعا ولا أكثر من مرة. حصل يا رمانة ولا ما حصلش؟ رد يا رمانة. سيادة القاضي، أنا بعترض على هذا الاتهام الموجه من النيابة. اعتراضك مرفوض يا أستاذ. اتفضل. أنت يا رمانة، أنت هديت المجني عليه ولا لا؟ حصل يا باشا. الحكم بعد المداولة، رفعت الجلسة. ليه يا رمان؟ ليه؟ بتنتقمي من مين؟ بنتقم من الشر اللي بقى معشش فينا. أنا جيت لك كتير عشان أشوفك، وأنا خلاص ما بقتش عايزة أشوفك. ده ابن رمانة. ما تخافش يا خميس، مفيش حد غيري وغيرك يعرف إنه ابنك. أنا عايز كل الناس تعرف. احنا ما نستاهلوش. انا مستنيه. مستنيه ليه يا خميس؟ عشان تغرسه واستجوى مزاج الخير بتاعك؟ انا مش عايز غيره بالدنيا. ده شايل اخر نفس فيا، هيزيح من على صدري بلاوي كتير عملتها. خليني امسح بيه ذنوبي واشطف روحي جواه. لا يا خميس، مش هتشوفه. مش هشوفه قد ايه؟ ده ابن رمانة. اثبت انه ابنك وبحارب عشانه. هاخده بالعافية يا رمانة، هاخده بالعافية. محكمة! اقعد يا فندم. اقعد يا استاذ. بعد المداولة والاطلاع على الاوراق ومواد الاتهام وسماع المرافعة، حكمت المحكمة حضوريا على المتهمة رمانة السيد علي بالسجن المشدد 15 سنة. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. يا رمانة هاخده بالعافية، هاخده بالدراع يا رمانة.